طيب على جانب اخر واحنا لسه جوه الزمالك، الزمالك عنده مباراه مهمه زي ما حضراتكم عارفين يوم 26. هذا اللقاء سيكون قدام نادي ابو سليم الليبي في البطوله الكونفدراليه، والزمالك كان عنده مباراه وديه بالامس بيجرب فيها مجموعه اللعيبه وجرب فيها برضو نفسه قبل هذا اللقاء. انا معايا على التليفون سيد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي ابو سليم الليبي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي. مرحبا بك السيد اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله، بارك الله فيك. شنو اموركم انتم؟ والله زي الفل الحمد لله، فضل ونعمه الحمد لله. خليني اسال حضرتك، كيف ترى هذا اللقاء المقبل ان شاء الله باذن الله ما بين نادي ابو سليم وبين نادي الزمالك؟ والله شنو نرى ما بين احنا نادي ابو سليم، طبعا نادي الزمالك نادي معروف ونادي له خبره كبيره، و واحنا نادي بوسين نقول له الانطلاق علينا في فدرالية، فما صحيح ايوه، ونكونوا مقيمين بالاستعداد والاستعدادات، وان شاء الله ربي سهل الامر ان شاء الله. لماذا كان حرص الاداره بالكامل انه البعثه بتاعت الفريق تبقى موجوده في مصر مبكرا؟ يعني يمكن بقى لكم اسبوع تقريبا قبل اللقاء، كان ايه السبب او كان ايه الحكمه من ده؟ لا مش الحكمه من ده، ما لناش اسبوع، احنا امس بالامس بس وصل الفريق، بس بالامس يعني هنقعد يعني لحد يوم 25 او 26 اعتقد، يعني اسبوع يعني. ايه ضروري بياخذوا على اجواء الاسكندريه، احنا الاسكندريه ما نعرفوش الجو نتاعها والطقس طبعا عندنا لعيبه محترفه في تورينا الطقس وتشوف الجو بتاع اللعب، فما ياخدوا على الاجواء والامور اللي شبه الطقس والحاجات اللي شبه كده. صح عليك، صح صحيح. طب خليني اسالك بقى، هل الفريق كامل العدد ولا لا؟ وفقا بقى للمعطيات اللي عندكم وفقا للاسماء واللعيبه اللي عندكم، كامل العدد ولا بيعاني من اي غيابات؟ لا ما عندناش غيابات، عندنا ثلاثه في المنتخب ان شاء الله، بكره المنتخب ان شاء الله حتى يربح، عندنا ثلاثه لعيبه في المنتخب بكره مباراه بيبي يلعبوا بكره، وان شاء الله يلتحقوا بالفريق ان شاء الله اليوم الثاني اللي بعده ان شاء الله باذن الله. طيب بسال حضرتك على المباراه، مباراه او ملعب الفريق في البطوله الكونفدراليه ذاتها نفسها، هل هتلعبوا في ليبيا ولسه بتقاتلوا على الموضوع ده مع الكاف ولا لا هيتنقل المباراه بره ليبيا؟ لا هنلعبوا في الجزائر، احنا خدنا ملعب الجزائر خلاص كده اتفقتوا رسمي خلاص. لا تمام، لا اتفقنا خلاص في ملعب عنابه ان شاء الله في الجزائر. صحيح. مين اكتر لعيب من لعيبه نادي الزمالك عامل حسابه في المباراه دي؟ والله شوف اقول لك، هو كان فريق الزمالك الكل بتحسب له، فهمت؟ انه فريق معروف الزمالك. ما عندناش حد معين بتحسب له ولا بتحسب نياده ولا نياده. يوم المباراه يوم اللعيب، فهمت؟ يوم المباراه هو اللعيب. فهمتها؟ قول لي يدخل في الاجواء اللاعب هو اللعيب، ما فيش حد تقول هذا او هذا او تسمي اسم، فما صحيح الموضوع كله اللعب الجماعي بتاع نادي الزمالك كله. طيب ده خليني اسالك، طموحكم ايه في البطوله الكونفدراليه ديت؟ ها؟ طموحكم ما هو طموح الفريق في هذه البطوله، في البطوله الكونفدراليه؟ ممكن نقول لك، ممكن تقول كيف ولا حاجه، طموحنا 70% احنا، ما احنا فريق كويس وفريق ممتاز وفريق يتدرب صح، فريق معانيش من رواتب كلها في راتب، فريق 100 100، فما ما ينقصش الفريق، فما كله فيه لعيبه محترفه، فيه لعيبه كويسين جيدين الحمد لله، فما طيب عظيم. يعني هنتفرج على مباراه حلوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. سيد فوزي انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا واهلا بكم في مصر، مشرفينا ومنورنا على راس المنفور. بارك الله فيك، هذه بلدنا الثانيه، وبارك الله فيكم حسن. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. طيب